ايه ده؟ هاي جايز يلا بينا انا حصايب. يا ابني ده احنا اخر مره اتفقنا نتقابل وتقابلنا بالفعل كان من 3 شهور. احنا متقابلين رمضان اللي فات يا مسطول. ما رمضان اللي فات من 3 شهور. عادل ارجوك بقى قول لي ان انت موافق تيجي معانا سوما بي. نسافر ازاي في هند؟ بالعربيه. خدني معاك والنبي والنبي. هات المفاتيح انا اللي هسوق. هي تركت ابوك مثلا هتغلط ابويا اغلط فمك يا شوقي. وايه اللي على حس يا اخوان؟ انا اللي هسوق. هاي باي شوقي. اي لاف ريتسي. ريتسي لافز يو. فين المايو؟ وانت عايز ايه من المايو يا حسين؟ احنا هنعمل ويك اند لذيذ فاجر. البرانس للاساتذه. برانس شكلها تطلع سفرية زي الفل بإذن الله. احترم نفسك يا سوتي. احترم نفسك انت. فين ماهي؟ انا مش هينفع اعمل كده لسه شفتي. انا اعتبرتك شريك. بعدين بصراحة انا جاي اقولك اني ايه؟ من حقك اتجوز ولا ايه؟ اشوف لنا مسرحية كوميدي كده اشوفك بتعرفي تضحكي زينا ولا لا. حد يجي عزب بدلة العيد كده. ايدك. ايه الاوضه دي يا مستر شغلي؟ دي بتبص على النار دي ولا ايه؟ ترت ترت يا اللي انت محتار في الحياه مش فاهم اللي مخبياه يا لهوي واللي فهمها زمان عنها قال انجوي الدنيا كل يوم بحال. اوعى تقلع التيشيرت عادي لابوس ايدك انا اتبهدل. انا كفيل بيه. 1 2 3 قرعوا.